في المباراة النهائية. كما تأهل فريق ناشئات اليد مواليد 2002 إلى الدور النهائي من بطولة كاس مصر بعد أن تغلب على فريق سبورتنج بنتيجة 29-19 في الدور قبل النهائي من بطولة كاس مصر. ويواجه الفريق غدا الفائز من مباراة الشمس والزمالك في المباراة النهائية. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا الآن عبر الهاتف الكابتن بيسا حسني، رئيس جهاز كرة اليد والمدير الفني لسيدات بنادي الأهلي. كابتن بيسا، أهلا بيكي. كابتن بيسا. أيوة كابتن بيسا، أهلا بيكي. أهلا أهلا بيكي يا فيروز، إزيك؟ الحمد لله. كابتن بيسا، ألف مبروك التأهل. الحمد لله يا رب. احنا عندنا النهارده وبكره كاس 2002 وكاس 98. الحمد لله النهارده عدينا مرحله السيمي فاينل، وبكره ان شاء الله هنلعب الفاينل مع 98 هيلعبوا مع الشمس، و2002 هيلعبوا مع الشمس. 2002 في صاله الشمس و98 في صاله الاهلي. نعم. طب كابتن بيسا، احكي لنا شويه عن استعدادات الفريق لنهائي الكاس. والله احنا بقالنا فترة، يعني اصل احنا عندنا كذا بطولة في قلب بعضيها، يعني هما بيلعبوا برضه الجمهورية مع الكاس، فاحنا يعني بنستعد من شهر 6 اللي فات. مش بنستعد دلوقتي يعني، فالحمد لله احنا دلوقتي عدينا نص البطولة. هي بطولات الكاس زي ما انا بقول، هي بطولات بتبقى ليها طابع خاص، لأن هي ما ينفعش تعوضي فيها. فهي بتبقى اليومين بتوعها، اللي هو اليوم ما دام طلعنا الدور الاربعه بيبقى هنلعب سيمي فاينل وهنلعب الفاينل، فهي بتبقى تركيز فظيع جدا. احنا لازم نركز فيها جدا، لان هي ما بتجيش غير بكده، ان احنا بننسى كل حاجه وبنركز في البطوله بس. ماتشات عباره عن ساعه، هي مدتها ساعه، فيها بطوله. احنا يعني النهارده لا قدر الله لو كنا خسرنا احنا بره، خلاص هنلعب الثالث والرابع. فهي تركيز فظيع في مده المباراه اللي هي عباره عن ساعه، هنركز قوي وهنشوف كل اللي نقدر نعمله في المباراه، وبنبقى مذاكرين كويس الفرق اللي هي بتلاعبنا، والحمد لله نعدي اول خطوه. يبقى كده احنا وصلنا للخطوه الثانيه اللي هي بكره، وبرضه نفس الحكايه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ربنا يكرمنا والتوفيق بتاع ربنا. اكيد كل التوفيق. كابتن بيسا، هل في اي اصابات او غيابات عن مباراه النهائي؟ طبعا احنا عندنا اصابات كتير جدا في البنات، وده طبعا نتيجه طبعا مشوار طويل في الموسم، فبيبقى في الاخر بقى طبعا عندنا بالذات فرقه 2000. احنا فرقه 2000 السنه دي الحمد لله، يعني هي و98 كانوا الـ 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 الحاجه الكبيره جدا اللي عندنا. بصراحه خسرنا بنات كتير قوي قوي على مستوى عالي، وما لعبوش معانا ماتشات مهمه بسبب الاصابات. ناس اتجبست، وناس عندها قطع في رباط صليبي، وناس وبرضه انا يعني مش هتكلم في الحته ديت، لان المفروض ان احنا بنشتغل ان في المكان انا لازم يبقى عندي لعيبه اثنين وثلاثه بنفس المستوى، واحنا ده اللي بنحاول نعمله. بس للاسف هي كانت 98 فرقت معاها اول موضوع ده، علشان عددهم قليل، وفي نفس الوقت انا كان عندي تسعه في المنتخب بقالهم سنتين، اصاباتهم كتير، يعني ثلاث ارباع الموسم برضو مش معايا، مش متواجدين قوي، فكان الموضوع متعب قوي بالنسبه لهم السنه دي. 2000 الحمد لله احنا خدنا بطوله المنطقه وخسرنا الكاس على فكره، ودي بطوله من البطولات اللي انا زعلت جدا عليها، لانها كانت سهله جدا وما كانتش ينفع نخسرها، بس للاسف يعني قدر الله وما شاء فعل. احنا دلوقتي شغالين في الجمهوريه، وباذن الله ربنا هم ماشيين دلوقتي اول متصدرين الجمهوريه، وان شاء الله هنكسبها. طيب نفس الحكايه ايوه معاكي. نعم كملي كابتن بيسا. فاحنا ماشيين، بصي احنا بنحاول، احنا خلصنا ثلاث ارباع الموسم، وهو خلصنا بطولات كتير جدا، احنا مخلصين لغايه دلوقتي يمكن 17 بطوله، فاضل لنا سته في الملعب لسه شغالين فيهم، منهم اثنين هيخلصوا بكره اللي هي كاس 2002 وكاس 98. هيبقى فاضل اربع بطولات، واحده هتخلص يوم الجمعه ان شاء الله اللي هي 2007،
باذن الله اللي هي نهائي المنطقه، وان شاء الله ربنا يكرمنا فيها. كده هيبقى مش فاضل غير بقى بطولتين جمهوريه 2000 وبطوله جمهوريه 98، لسه البنات مكملين فيها، وان شاء الله بقى بالنسبه للدرجه الاولى هيبقى بطوله السوبر اللي هي ان شاء الله هتبتدي في اخر شهر مارس، وان شاء الله ربنا يكرمنا فيها. طب ايه سدادات الفريق الاول لبطوله السوبر؟ الفريق الاول احنا رجعنا من اسكندريه من يومين، من ثلاث ايام احنا رجعنا يوم السبت بالليل، اديناهم اجازه يوم الاحد، النهارده المفروض ابتدينا، لا اديناهم معلش انا اسف بس عشان في ماتشات كتير قوي في دماغي، اديناهم الاحد والاثنين اجازه يريحوا طبعا، لان طبعا كان مجهود عالي جدا عليهم في اسكندريه، يعني ماتشات كانت تقيله شويه. المفروض ان احنا ابتدينا النهارده نستعد للسوبر، وربنا يكرمنا. يعني احنا ان شاء الله بناخدها زي ايه اللي هو احنا عندنا دلوقتي كله في النهائيات، فمركزين مع كله، وان شاء الله يا رب ان نطلع باعلى نسبه بطولات في الفتره ديت، وربنا يكرمنا يا رب. واحنا كل ده يعني علشان انت عارفه في الاخر احنا بنحب نكسب نفرح الاهلي ونفرح الاهلاويه، واحنا كاهلاويه طبعا يعني المكسب في دمنا، يعني دي حاجه اتولدنا بيها وما بنقدرش نستغنى عنها ابدا، المكسب ده في دمنا احنا كاهلاويه. فادعوا لنا كده ربنا يكرمنا بكره ان شاء الله بالبطولتين دول ونفرحكم. أكيد كل التوفيق كابتن بيسا ليكي وللفريق، ودائما الفوز، ونتصل بيكي ونهنيكي بشكل مستمر على البطولات اللي بيحوزها فريق السيدات في الأهلي في كرة اليد. شكرا جزيلا ليكي كابتن بيسا حسني، كنت معانا عبر الهاتف.